السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي اليوم رح أحكي بهذا الفيديو عن البلاد اللي بتحسن تسافر عليها بالجواز الألماني. يعني كل مين معه جنسية ألمانية وحامل لجواز جنسية ألمانية بيحسن يسافر على هاي البلاد يلي هلأ حورجيكم إياها بدون تأشيرة، تمام؟ يعني ما بدك تأشيرة، بس بتطلع بتوصل على المطار، بس توصل على المطار بيختموا لك ختم خلاص بتفوت عادي، ما بدك فيزا، تمام؟ هي واحد. اثنين، كمان رح اشرح عن البلاد يلي بتفوت عليها بس بتاخد التأشيرة بالمطار، يعني بتوصل على المطار يعطوك التأشيرة او الفيزا خلينا نقول بالمطار، تمام؟ وبالإضافة رح اشرح لكم الدول يلي لازم يكون معك فيزا من السفارة، تروح على السفارة وتاخد فيزا من السفارة. رح اشرح عن هدول ثلاث شغلات. شوي الفيديو رح يطول، معلش سامحوني اعذروني، بس رح اشرح فيه يعني كل البلاد اللي مثل ما قلت لكم تأشيرة بدون تأشيرة واللي بدها تأشيرة من السفارة. ما رح طول عليكم، يلا خلينا نروح نشوف الفيديو. قبل ما نبلش شاركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا فيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. بتشكركم ويلا خلينا نبلش. تمام حبايبي، هلا راح نبلش اول شيء بالبلاد يلي بتحسن تطلع عليها اذا معك جواز الماني بدون فيزا من السفاره، تمام؟ بتاخد الختم تبع تاشيره الدخول من المطار اللي بتوصل عليه البلد انت بدك تروح عليها، تمام؟ تفرجوا شو مكتوب عندي هون، لحاملي جواز سفر من المانيا، يعني كل مين معه جواز سفر الماني بيحسن يستخدم هاي البلاد يلي بده يسافر عليها. هلا حنبلش اول شيء اللي بدون تاشيره مثل ما كن شايفين، تفرجوا معي. هلا لا تتفرجوا هدول الاسعار، هدول اسعار تيكت طيارات رحله ذهاب واياب على البلاد، بس احنا ما راح نحكي عن الموضوع هذا الحجوزات، راح احكي لكم بس عن البلاد يلي مثل ما حكينا. يلا خلينا نبلش. هلا اول بلد المملكه المتحده مثل ما كنتم شايفين، بريطانيا، طبعا ايطاليا معروفة، السويد، ايرلندا، رومانيا، تركيا، النرويج، هذول معروفين كلهم، يعني اللي معه اقامة بيطلع عليهم ما في اي مشكلة. بس هلا رح اورجيكم البلاد يلي احنا ما بنعرف انه لازم يكون انه بدنا تأشيرة او لا. سويسرا، النمسا، المجر، بولندا، التشيك، الدنمارك، بلجيكا، البرتغال، اوكرانيا، اليونان، فنلندا، تونس. تفرجوا مثلا عنا هون دولة عربية يلي معه جواز ألماني يفوت على تونس. عنا المغرب، عنا الإمارات، يعني اللي معه هو الجواز يفوت بس يوصل على المطار بياخد تأشيرة ختم عادي. انتياغو وبربودا، صعب اسمه، انغيلا، ألبانيا، أرمينيا، الأرجنتين، هون أوروبا بشكل عام، البوسنة والهرسك، بربادوس، بلغاريا، برمودا، بورناي، بوليفيا، البرازيل، جزر البهاما، بوتسوانا، روسيا البيضاء، بليز، شوي بليز هي بكلمة بالانجليزي مدينة، جزر كوك، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، قبرص، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، إستونيا، فيجي. يعني يا جماعة في أسماء بصراحة أنا أول مرة أسمعها، يعني أول مرة بقراها، يعني أول مرة بعرفها. فمثل ما كنتم شايفين جزر الفارو، غرناط، جورجيا، غيانا الفرنسية، جبل طارق، غرينلاند، غامبيا، غواتالاما، غيانا، هونغ كونغ، هندوراس، كرواتيا، هايتي، اندونيسيا. معلش سامحوني يا جماعة شوي حنطول في الفيديو، بس يعني مشان اورجيكم البلاد يعني اللي مسموح لكم عليها، عرفتوا؟ ايسلندا، جامايكا، اليابان، حلو والله اليابان بدون تأشيرة اللي معه جواز، حلو والله بيطلع عليها الواحد، ظريفة. اي اسم البلد كمان شوفوها، كريبا
كيرياباتي، سانت كيتس ونيفيس، كوريا الجنوبية. لعن صاحبنا كون، مدري شو اسمه، كونيان، مدري شو اسمه هذا الجزار. جزر كايمان، كيمان، كازاخستان، سانت لويسا، ليوستو، ليوتانانو، لوكسمبورغ، لاتفيا، موناكو، مولدوفا، جبل الأسود، سان مارتان، جزر مارشال، مقدونيا، منغوليا، ماكاو، مونستيرات، مالطا، مورتيشيتو، المكسيك، ماليزيا. ماليزيا حلوة يا جماعة. ناميابايا صعب اسمها. كاليديونا الجديدة، شو شكلها، بلد جديدة. نيكاراغو، نيكاراغوا، نيكاراغوا، نيوا، نيوزيلندا، بنما، بيرو، بولينيزا الفرنسية، الفلبين، بالو، بارغواي، قطر. قطر حلوة يا جماعة، قطر بينراح عليها بصراحة، يعني بلد حلوة. ما رح شفتها بس يعني مثل ما بنشوف نحن على التلفزيون، وكاقتصاد وكبلد حلوة يعني قطر. رينيون، صربيا، جزر سولومون، سنغافورة. سنغافورة بيقولوا عنها كتير كتير حلوة كمان، يعني سنغافورة بينراح عليها، أنا بسمع إنه كتير حلوة. سلوفينيا، سلوفاكيا، السنغال، ساوتومي وبرينسيس، سلفادور، سيرزو. يعني مثل ما كنتم شايفين يعني في بلاد كتيرة، يعني صراحة شي بنعرفه شي ما بنعرفه. تايلاند، تيمور ليشتي، تونغا، تريندا، توفالو، تايوان، أوروغواي، أوزباكستان، سانت مدريشو، فنزويلا، جزر فيرجين البريطانية، فيتنام، فنواتو، سامو، جزيرة مايو، جنوب أفريقيا. يعني هاي البلاد يلي ذكرت لكم إياها كلياتها يلي بتحسنوا تروحوا عليها، تمام؟ يلي ما لحق بيرجع يعيد الفيديو مشان يشوف الفيديوهات يلي البلاد يلي مسمح لكم عليها بدون تأشيرة. هدول اللي حكينا عليهم يا جماعة بدون تأشيرة، اتفقنا؟ هلأ نروح على يلي بعده. عنا التأشيرة عند الوصول، يعني انت بس تسافر مثلا، افترض بدك تسافر على بلد وبدك تاخد الفيزا من المطار، تاخدها من المطار، تمام؟ ما في داعي تقدم على السفارة، من المطار بتاخدها، تمام؟ رح نفوت عليها هلأ. مصر، إيران، بنغلاديش، بوركينا فاسو، البحرين، بنين، الرأس الأخضر، جيبوتي، إثيوبيا، الغابون، غينا بيساو، الأردن، كينا، كمبوديا، جزر القمر، الكويت، لوس، لبنان، سريلانكا، مدغشقر، موريتانيا، جزر المالديف، ملاوي، موزمبيق، نيبال، بابو غينيا جديدة، رواندا، سيشيل، سانت هيلانا، صومال، سورينام، هاي مثل سوريا بس هاي سورينام، توغو، طاجكستان، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي. هاي البلاد اللي مثل ما حكينا بتاخد التأشيرة من المطار، تمام؟ هلأ عنا البلاد يلي لازم انك تقدم على فيزا تاخد تأشيرة، بإمكانك تقدمها الكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني تبع البلد اللي بكتروها عليها، مثلا نكبس عليها. سامو الأمريكية، استراليا، كندا، غوام، جزر مارينا الشمالية، بورتوكيو، الولايات المتحدة، جزر فيرجيني الأمريكية، تمام؟ هاي البلاد تحسن تاخد تأشيرة الكترونية، يعني بتقدم عليها عن طريق الأونلاين، تاخدها عن طريق الأونلاين، تمام؟ بتفوت على البلد انت بدك تروح عليها، بتفوت على موقع السفارة تبعها أو القنصلية تبعها، بتقدم عن طريق التأشيرة الإلكترونية،
تاخذها من عن طريق الموقع الالكتروني تبع المكان اللي بدك تروح عليه. تمام حبايبي؟ هلا في شغله رح اقول لكم عليها. كل مين موجود باي بلد كان، باي بلد انت موجود قاعد فيها، تمام، وحابب تعرف شو البلاد اللي بتحسن تسافر عليها بدون تأشيرة أو بتأشيرة أو تأشيرة إلكترونية، اكتبوا لي بالتعليقات بعملكم فيديو عن الموضوع البلد اللي أنتوا بتكونوا موجودين فيها. تمام، يعني وين البلد أنتوا موجودين فيها، حابين تعرفوا إنه شو القانون تبعها إذا معكم الجواز تبع البلد نفسها. تمام، اكتبوا لي بالتعليقات بعملكم فيديوهات إن شاء الله تانية عن هذا الموضوع. تمام حبايبي، حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله يكون فدتكم بالمعلومات اللي شرحتها بهذا الفيديو. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن. بتشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.